الآن ننتقل إلى الصوتي اللي هما التش والج. راح نتكلم إن شاء الله اليوم عن هاي الصوتين وناخذ ملاحظات تخصهم. طبعاً ما يحتاج أرجع أقول التش الصوت الأول هو القوي والج صوت الج اللي هو ضعيف. طبعاً التش إتش أنا أقول شاي والج شنو أقول جاسم ج. طيب ملاحظة رقم واحد. The tongue tip اللي هي منطقة التنكتب touches the back of the alveolar ridge يعني خلينا نقول اللسان يلامس منطقة الالفيولار ريج أو الجزء الأخير من الالفيولار ريج تشي 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 هذا tip of the tongue هاي تلامس هاي منطقة الالفيولار ريج هنا نلاحظ رقم واحد. And the soft palate is raised so that the breath is trapped for a short time. طبعا كلمة trapped for a short time معناها يعني الهواء يحبس لفترة قصيرة. طبعا هاي الميزة ثابتة بكل الأصوات التوقفية. هم ليش سموهم توقفية أصلا؟ لأن الهواء يتوقف بهم أو يحبس لفترة قصيرة for a short time. طيب إن النقطة الأولى the tongue of the tip is a touch the back of the alveolar ridge. Itch, itch, j, j, ch, j, ch, j. The rest of the tongue is in the sh and j position. بقية اللسان تأخذ نفس ناطق صوتين الش وج. أصلاً هما الش وج هن مو أصوات في الحقيقة. هن عبارة عن دمج الت مع الش فصارت لي ش. وكأن أقول تش هيك. اما من اقول الاج وهي عباره عن نطق د مع ج فصارت ج يعني دج ج صار. طيب يعني هاي بشكل يعني اصلهن يعني بس انك ان صوتين خاصات يعني كل واحد له صوت يعني بس قصدي تكون من هذا التركيب. رقم 3 the tongue tip moves away from the alveolar ridge a little way. بعدين منطقه التونج تيب هاي راح تنزل شويه والهواء راح يطلع أكيد راح يصير عندنا انفجار طفيف. أكيد راح يصير عندنا انفجار طفيف. طبعاً الأمثلة عندي كلمة تشين وجن. عندي تشا وج. عندي تشايس وجويس. عندي تشوك أو صوت الأو وجوك أو صوت الأو. عندي تشين وجين صوت جين 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 صوت الـ A. عندي chest وعندي جست جست صوت الـ J. إج شان أقول جاسم. وهذه الأمثلة الأخرى. عندي riches وridges. عندي catches وgages. عندي fetching وaging. عندي batches وbadges. وwatching و لو جين. طبعا انا ملاحظ شغله انه دائما اذا تجيني دي وجي مع بعض راح تصير بالرسم الصوتي اللي هو صوت الج اللي هو الد ويما ثلاثة اج. هاي ملاحظه نقدر نكتبها نستفاد من عندها وين ما تجيني دي جي نكتب هاي. طيب اذا لاحظ هنا عندي دي جي دي جي دي جي كل هاي يجي لذلك مكتوبة ج ج ج ج. طيب الملاحظة اللي ذكرتها وأرجع النوبة أعيدها يقول in the final positions في 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 الصوت ال ش اللي بالأخير طبعا هو قلنا صوت قوي is it strong هو قوي and voiceless voiceless and it shorten the vowel. ودائما ذكرنا انه هذا الصوت القوي راح يخلي صوت العله اللي قبله ضعيف راح يخلي صوت العله اللي قبله ضعيف. هاي ملاحظه جدا مهمه ولازم نركز عليها. J is very weak and short. اما J فهو صوت ضعيف وقصير لذلك راح يعطي قوه للصوت العله اللي قبله. يعني العمليه عكسيه قوي يسوي ضعيف والضعيف يسوي قوي هيك. وهاي الأمثلة تثبت ذلك. أنا عندي كلمة riches rich وعندي ridge
رج، إذن هذا أقوى ليش بسبب الج، وهذا أقصر رج ليش أقصر؟ لأن تش يخلي صوت اللي قبله ضعيف. وهذه الأمثلة مثل ما نشوفها قدام search، عندي surge، عندي fetch، عندي edge. لاحظ هنا ag صارت هيك بالرسم الصوتي. وهذه أمثلة أيضا catch، كاج، عندي اتش اللي هو صوت اله اللي هو الاتش يعني حرف الاتش اقصد، عندي ايج، ايج عمر، عندي واتش، واتش، وعندي لوج، ال ا ا و جي. اكيد هاي الامثله الاخرى هنا ما راح نواجه مشكله، اغلب الكلمات احنا اصلا ماخذينها، يعني عندي كلمه شوب، كاش، كلها احنا ماخذينها اصلا بس مكررينها يعني لا اكثر ولا اقل.